دوري في الليلة دي وكتبت محاكمتي قبل ما انتحر. كنت يأسان من الحياة عامة، زهقان من كل حد، مش زهقان اللي هو كنت مستني حاجة وما جاتش ولا اتأخرت، لا، أنا الليلة دي كانت كل حاجة في حياتي اتدمرت. عشان تعرفوا إيه اللي حصل لازم أحكي لكم من بدري شوية. أنا ما كانش سهل عندي أبدا فكرة إنه فجأة ألاقي واحد مات، بس كنت باخد الصدمات دي. ناس قريبة ليا أوي تموت، أو ناس ساكنة في الشارع وأنا اتعودت عليهم من صغري، لحد ما جه وفاة والدي. الحياة كلها اتغيرت، العالم كله أصلا بقى مختلف بالنسبة لي، كل حاجة بقت غريبة. الحياة ما بقتش تاني زي ما أنا كنت عارفها. يومها لا، لسه ما كنتش خدت قرار الانتحار. ما تستعجلوش قوي عليا. يومها كنت متضايق لدرجة أنا مش فاهم مشاعري، أنا مش عارف وأنا متضايق عشان خلاص هو مشي، ولا أنا خايف إن أنا أواجه الحال من غيره، ولا أنا مالي. كانت حالة من اللخبطة الغير عادية أصلا، ما كنتش مستوعب هو أنا لما يعني هرجع البيت ومش هلاقيه مستنيني هعمل ايه؟ هدخل البيت تاني ازاي وهو مش موجود فيه؟ لما احتاج ان انا اتكلم مع حد اتكلم مع مين؟ كنت حاسس بحالة من التوهان، خوف، غير انه انا مستوعبتش يعني ايه مات. كنت عايز ان انا افضل ارددها كده عشان افهم الكلمة دي يعني ايه، لانه ما كنتش قادر اقبلها. الراجل ده بالذات ما ينفعش يموت، ما ينفعش يختفي من حياتي. هو ده اللي كان جوايا، انا كنت متدمر وقتها بشكل رهيب، بس كملت الحياة عادي او مش عادي قوي، بس عشت زي ناس كتيرة منكم دلوقتي عايشين كده. أيامه بتعدي، ما كانش فارق معايا بصراحة غير إن اليوم يعدي. ما بقتش الفرحة ليها طعم ولا الحزن ليه طعم، كل حاجة المهم تعدي. أيام وبتمر وخلاص بقى، لدرجة إن أنا يعني وصل بيا إن أنا نسيت أيام الأسبوع أصلا. ما بقتش اهتم، يعني مش فارقه بصراحه اتنين من خميس من جمعه من سبت، مع كلها زي بعضي. كابتكم انا صح، انا الوقت ده كان فتره صعبه جدا علي. وكنت يا عم لسه ما انتحرتش، انا سامع واحد من اللي قاعدين ورا بيقول لي انت هتنتحر امتى؟ يا عم استنى عليا، انت مستعجل على انتحاري قوي ليه كده؟ ما تسيب ناخد نفس الناس دي. المهم انا فعلا زي ما كنت بقول لكم كانت فترة صعبة عليا جدا، لان انا مش عارف اعمل ايه، لا عارف اخد قرارات في حياتي من ناحية الشغل ومن ناحية الدنيا دي. وانا يمكن يكون عندي موهبة لكن انا مش متكلم، ما بعرفش ان انا اظهر موهبتي بشكل حلو. انا راجل بسيط، ما كانش عندي اصحاب كتير اصلا، وما عنديش ناس هتتابعني ولا عندي اي حاجه خالص. انا امكانياتي بسيطه، غير انه انا ما اختلطش بالناس كتير في الوقت ده، انا كنت في حالي قوي وعلاقاتي الى حد ما سطحيه.
وما بروحش أماكن كتيرة عشان يبقى ليا فيها أصحاب كتير، وتقريبا كنت قافل على نفسي أوي، ف يعني ما عنديش حد حتى يقول لي كلمة حلوة. الوقت ده كنت بقى مش عارف بقى أشتغل إيه، كنت بحاول إن أنا يعني أعمل زي الشباب اللي هو بيروح يقدم السي في بتاعه في الأماكن اللي هي فيها شغل وطالبة شغل والجو ده. بس أنا يعني هو السؤال، هو أنتوا بتعرفوا الأماكن دي إزاي؟ أنا معرفش. بعد فترة يعني العيال قالوا لي، هو كان في البداية كان الموقع اللي هو مشهور خالص ده اللي هو لينكد إن، نروح نقدم عليه. طبعا مش عارف اقدم عليه ازاي، دورت على النت وعرفت وبتاع. المهم ان انا محدش يعني عبرني خالص. فشوية تاني قالوا لي اعلانات الفيسبوك جرب عليها وروح وشوف وبتاع. رحت، كانت اغلب الاعلانات يعني مش الشغلانة اللي ينفع اشتغلها. لا انا ما كنتش عايز شغلانه ابقى مدير من اول يوم، انا كنت عايز شغلانه يعني مرميش كل السنين اللي انا درستها دي في الزباله واشتغل شغلانه تاني. انا عايز اشتغل في مجالي. على فكره اللي انتوا يمكن ما تعرفوش ان انا محاسب، او كنت محاسب، او خريج محاسبه، لان انا ما اشتغلتش محاسب خالص. كنت بحلم يعني ان انا الاقي شغلانه اسمها محاسب، وفعلا كانت موجوده بس كان مكتوب تحتها خبره 50 مليون سنه، وانا لسه متخرج من الكليه ما اعرفش اي حاجه خالص، ما عنديش خبره، بالتالي مش عارف اعمل ايه. كانت الدنيا متقفله في وشي، ولسه ما انتحرتش هنا برضو، عشان انا شايف في واحد بيسال هو انت انتحرت ولا لسه هنا. لا ما انتحرتش، لا لسه في شوية تاني، في شوية أحداث حصلت. أنا ما كانش في الوقت ده ليا غير صديق واحد، وصديقي ده يعني هو كان اتجوز، هو كان أكبر مني ب7 سنين. صديقي ده كان يعني يعني إحنا عرفنا بعض مش مدرسة ولا لأ، إحنا الاتنين نفس الشارع، فكان في روابط أسرية بيننا، وكان هو الوحيد لا اقدر اقول عليه صاحبي، يعني كان اكتر كمان من اخويا، وهو ومراته كانوا راجعين بالعربية بتاعتهم، عمل حادثة اختفى من حياتي، مات فجأة. لقيت انه حتى الصاحب الوحيد اللي كان فاضل لي في الدنيا مش موجود. ما كنتش مستوعب يعني ايه موت. كنتش فاهمها شوية. برضو عشت في أزمة مش عارفة أطلع منها، تعبان من جوايا، متدمر، مش قادر أصدق إن الناس دي اختفت، الناس دي ما بقتش موجودة، إنه عدد الناس اللي هي كانت هتقف في ظهري لو أنا محتاج حاجة بيقل. كل ده وأنا يعني لسه ما خدتش اي حاجه في حياتي اصلا كقرارات. ساعتها دخلت شركه وكانت بالصدفه البحته في الريل استيت اللي هو العقارات. اشتغلت يعني انا ممكن اسميها الاسامي الاجنبي اللي انتوا بتحبوا تقولوها، بس انا هقولها باسم الواقعي ليها، سمسار. وأنا كنت سمسار شاطر، يعني المجال ده مش استهواني، لكن هي أولا زي ما بقول لكم هي جات لي صدفة، ومعرفش يمكن كنت عايز أهرب من ألم موت صاحبي بأي حاجة، فدي يمكن جات لي نجدة في الوقت ده. طبعا عايز اقول لكم ان انا الدنيا بقى حلوت معايا وظبطت معايا وتروشنت معايا، وبقيت واحد من اصحاب المفاتيح، مفتاح الشقة ومفتاح العربية.
ويعني الكلام ده يمكن انا ما خدتش كتير على النجاح في ان انا ابقى سمسار. يعني ما خدت انا الكلام ده ان انا بقى معايا مفاتيح، يعني خدت فيه بتاع 5 سنين. بعد ال5 سنين دول كان ابتديت بقى امسك المفاتيح بتاعتي، بس حياتي كانت فاضية أوي. معايا شقة، معايا عربيتي، بس لوحدي. كنت بنزل شغل في أيام الأجازة لأنه مش عايز أقعد لوحدي. الشغل كان مالي الدنيا عليا، كان بيزيح عني كتير. دوشة الشغل كانت بتزيح كتير. أنا كنت بشتغل ليل نهار. كان في مثلا أصحابي اللي معايا في نفس الشركة كانوا بيستغربوا إن أنا ممكن أنزل لعميل الساعة 4 الفجر عادي جدا، ما عنديش مانع. ده أنا كنت بحب العملاء اللي بيجولي في المواعيد دي أصلا، اللي هو الله يبارك لك يا رب، ده أنت عارف جاي لي في الجون، أنت أنا عايزك. لما العميل يعني كان نفسه هو يعني بيستغرب، إيه ده الراجل ده مجنون ولا إيه، هو إيه اللي منزله دلوقتي؟ انا كنت بعشق العميل. احيانا كنت بتلكك لعملاء عشان تنزل لي في مواعيد مقتوله، يعني يقول لي انا بخلص العياده مثلا الساعه 2 الفجر، اقول له الله ده انا الساعه 2 هبقى جنبك، تعالى بقى اخدك بالعربيه اوريك الشقه، لان انا بيبقى عندي فراغ كبير وما كنتش بحب اقضي الليل لوحدي ابدا. طبعا انتوا فاهمين ان انا من كلامي دوت ان انا ما كنتش في علاقات عاطفية. لا، هو مين قال لكم الكلام دوت؟ انا ما قلتش كده. انتوا خمنتوا من الوحدة الرهيبة اللي انا فيها دي ان انا ما كنتش في علاقات عاطفية. لا، انا كنت في علاقة، دخلت اكتر من علاقة. يعني انا ابتديت علاقات من وانا صغير شوية. أول علاقة ليا كانت في إعدادي، باين؟ كانت في إعدادي، وكانت بنت إيه في ابتدائي وأنا في إعدادي، وكنت أنا بسيب مدرستي الإعدادي عشان أروح مدرستها الابتدائي عشان أطمن عليها. كنت حنين جدا يعني. وطبعا يعني اللي بيبدأ في إعدادي حب بيكمل طبعا. أنا طبعا كل مرحلة من مراحلي كان فيها علاقة. طبعا زي اي حد يعني بيتخان وبيخون وكل حاجة حصلت معايا، بس كنت دايما بحس انه في حاجة غلط في العلاقة، ما كنتش برتاح. بمعنى اصح كده، حلو يعني كل واحدة وليها حاجة حلوة معاها، لكن انا مش مرتاح للاخر. انا حاسس انه في حاجة غلط، في ناس أذتهم وفي ناس أذوني، في ناس أنا جيت عليها قوي ويمكن ده تعبني فيما بعد، لأنه يعني الناس دي ما كانتش تستاهل مني اللي أنا عملته وقتها. بس يمكن عشان كنت صغير في السن ما كنتش مدرك اللي حصل. بعدين لما دخلت في مرحلة الفراغ، اللي هو أنا مش عايز علاقات وفي نفس الوقت أنا مش عارف أعمل إيه، والوقت اللي أنا كنت مرمي فيه في الشغل طبعا، الوقت ده ابتدت تظهر عندي ملامح الاكتئاب. انا راجل بنجح في الشغل، انا راجل ظاهريا عندي صداقات كتيرة جدا، بس الصداقات دي كلها سطحية جدا جدا جدا. ظاهريا انا عندي كل المقومات بتاعت الحياة اللي تخليني سعيد، بس في الحقيقة انا كنت من جوايا اتعس انسان. بعد ما يعني بعد وفاة الناس القريبة عليا، أنا حسيت إن حياتي اتقفلت، مش عايز ولا قادر أدخل بني آدمين تاني في حياتي.
يمكن الشغل خلاني برضه أتغير، يعني خلاني شخصية أنا نفسي ما كنتش عارفها. ابتديت إن أنا أبقى نصاب، حورتجي زي ما أنتم بتقولوها، حورتجي. ابتديت إن أنا أعمل أفلام بقى، وأدور إزاي إن أنا أخد العمولة من زمايلي، وإن أنا أنصب عليهم، وإزاي أخد عملاء منهم، حوارات كده كتيرة جدا دخلت فيها، يمكن عشان أملى فراغ. والله ما أعرف أنا يعني كنت بعمل كده ليه، لأني أنا متأكد منه في الوقت ده إن أنا ما كنتش عايز فلوس، بس يمكن كنت بجر شكل الحياة عشان ما بقاش لوحدي. ممكن يمكن كنت بعمل الحوارات دي عشان الناس ما تنسانيش، ما تبقاش حياتي فاضية. أنا نجحت في الشغل، ويمكن الحوارات دي كانت سبب أكبر في نجاحي في الشغل. بس فجأة كده بعد ما أنا نجحت وصلت لمرحلة خلاص بقى، اللي هو مليت الحوار ده، أو مش مليت، ابتديت إن أنا أحس بنظرة زمايلي ليا إن هما مش طايقيني بس بيضحكوا في وشي. كنت متضايق على فكرة جدا من اللي أنا بعمله فيهم، بس في نفس الوقت أنا مش عارف أعمل إيه. يعني أنا يعني أنا عايز أملى حياتي. في منكم هيقول طب ما أنت كنت مليتها بالطريقة الصح ومش عارف إيه وبتاع، أنا مش قابل إن حد يقرب ليا بالطريقة العادية التقليدية، الطريقة الصح، الطريقة السوية، بعد ما الناس اللي في حياتي ماتوا. أنا ما كنتش قادر أقبل إن حد يقرب لي تاني، وفي نفس الوقت أنا مش قادر أبعد عن الناس. فأنا كنت حورتجي، كنت بعمل خلافات ما بين زمايلي في الشغل، كنت بعمل إن أنا بسرق عملاء منهم، إن أنا باكل عليهم عمولات. وصدقوني أنا ما كنتش محتاج فلوس ولا أي حاجة، بس فراغ، الفراغ كان قاتل بالنسبة لي. كنت توكسيك جدا زي ما زمايلي سموني في الوقت ده. وفجأة جالي يوم كده كان غريب جدا، يوم عيد ميلادي 35. اليوم ده أنا اكتشفت للمرة الأولى إن أنا بقى عندي 35 سنة. كانت أول مرة أحس بنغزة، ونغزة شديدة جدا في صدري، ومعرفش، حسيت بخوف، بخوف شديد. طلعت على الدكتور اللي قال لي إنه أنا عندي مشاكل في القلب، ومنها إن عضلة القلب عندي ضعفت جدا، وده بسبب الدخان، بسبب اللي أنا بعمله، بسبب المجهود الزيادة، وإن أنا صحتي محتاجة إن حد يراعيني شوية، ومحتاجة إن أنا أهدي شغل. كانت أول مرة في حياتي أفكر إن أنا هواجه الحياة لوحدي من غير حد. أنا كنت واثق 1000000% إن أنا لو هديت شغل، أولا كل الناس اللي حواليا هتنسحب من حياتي، تاني حاجة أنا كنت خايف إن أتعب وملاقيش حد حتى يقولي سلامتك، كنت خايف انه ملاقيش حد يراعيني. يعني كلمة الدكتور اللي هو حد ياخد باله منك، انا كنت خايف من ايه. ابتديت ادرك ان انا لوحدي بجد،
رجعت اليوم دوت بتمشى في الشقة بتاعتي، وحسيت قد إيه الشقة دي فاضية، فاضية بجد. حسيت إن هي خانقاني، أنا مش مرتاح. بصيت على عربيتي، حسيت إنه إيه الكذب اللي أنا عايشه؟ أنا مش سعيد. أنا لو حصل لي حاجة في المكان دوت محدش هيضرب بيا. أنا لو قعدت هنا بالشهر وما نزلتش محدش هيساعدني. أنا مفيش حاجة في حياتي أصلا. أنا دلوقتي ما عنديش أصحاب ولا أهل ولا ناس ولا أي حاجة. حتى الشغلانة اللي أنا نجحت فيها مش هي اللي أنا عايزها، والعمر راح مني. ومش هكدب عليكوا إن أنا فكرت كتير جدا في الوقت ده. في كل علاقة حاولت إن أنا أرتبط وما نجحتش، أو ما كملناش. وسألت نفسي، طب يعني هو أنت معرفتش إن أنت تاخد أي حد بحيث إن هو يعني اليوم ده لما يجي ما يكونش بالوحدة اللي أنت فيها دي؟ أصل يعني أنت عضلة القلب عندك ضعيفة، يعني أنت على مشارف الموت، أنت هتودع الحياة خلاص. ولا قدرت إن أنت تجيب لنفسك طفل مثلا، ولا عندك زوجة تقعد جنبك لو أنت خلاص ما قدرتش إن أنت تتحرك. معرفتش يعني إن أنت تتحمل المشاكل اللي ممكن كانت تبقى يعني أهون من إن أنت تبقى قاعد في الوضع اللي أنت فيه ده. وكان يعني أحيانا نفسي بتغلبني وأقول طب ما أنا كنت كملت مع فلانة وخلاص، هي دي كانت يعني مشاكلي معاها قليلة وكان الموضوع ممكن يمشي وبتاع. بس أفتكر حاجة تانية أقول لنفسي، لا فلانة دي لو كنت أنا كملت معاها كانت طلعت عين أمي، ما كنتش هستحمل. أنا كده أحسن، لا عذبت حد ولا حد عذبني. وحتى ولو يعني دي النهاية، فأنا نهايتي هبقى خفيف، لا هزعل حد عليا ولا أنا هزعل على حد. كده كده في كل الأحوال الواحد هيموت، يعني مش فارقة كتير. قلت إن أنا أحاول أقنع نفسي بالجملتين دول، لكن اللي حصل كان أقوى من إن أنا أحاول أقتنع بيه. اللي حصل إنه أنا ابتدى طلوع السلم يبقى مرهق ليا، ابتدى المجهود البسيط يبقى بيتعبني، ابتديت أحس إن جسمي تقيل عليا، وفي حاجات كتيرة ببقى عايز أعملها ابتديت أحس إن أنا مش قادر أعملها. الكلام ده يمكن مجاش مرة واحدة زي ما انا بحكيه لكم، لا ده كان على مراحل. بس لما حصل ابتدى يبقى مرعب. ما اعرفش ساعتها يعني انا خفت بجد، وما كانش الموضوع شوية تعب بقى وهيخف، لا انت عارف ان انت وصلت لمرحلة لا عمرك ولا اللي انت هبلته في نفسك بيقول انه ده تعب هينتهي، لا ده تعب انت هتتعذب بيه. يعني انت هتواجه مرحلة صعبة وبعد كده خلاص هتمشي من الدنيا. وكان الوقت ده وقت بجد مرعب حتى من قبل ما يبتدي، يعني انا لسه كمان ما كنتش ابتديت في الألم،
أنا كنت مرعوب، مرعوب من تفكيري، مرعوب من إنه أنا خايف إنه يجي الليل عليا والشارع يهدى، وحتى معرفش أستنجد بحد، ومحدش هيجي، محدش هيضرب بيا. ساعتها قعدت أفكر أنا ممكن أنقذ نفسي إزاي من الموقف الزبالة اللي أنا محطوط فيه. جه حاجات كتيرة جدا في دماغي، وطبعا من الأفكار المنطقية اللي ممكن تيجي في دماغكم إن أنا أتجوز. والله أنا ما كنتش معارض، بس هي الفكرة إنه هقول لها إزاي إن أنا عندي ضعف في عضلة القلب، وده هيحرمني من حاجات كتيرة جدا، وممكن كمان يحرمني من العلاقة الزوجية الطبيعية. مين اللي هتضحي عشاني بكل ده؟ مين اللي يعني هتستحملني في المرحلة دي بالذات، خاصة إن أنا مش صغير، وكمان يعني هتلاقيني إن أنا تقيل عليها، وإحنا كل واحد فينا شايل نفسه بالعافية، مين اللي هتشيل واحد يعني في ظروفي دي؟ فبعدت تماما فكرة الجواز. ابتديت أفكر إنه أتعرف على ناس أتصاحب عليهم يبقوا بيشقروا عليا كل شوية. على فكرة أنا بحكي كل ده أنا عندي 35 سنة. أنا عجزت بدري. هي الفكرة مش في السن، الفكرة إنه أنا ظروفي الصحية وظروفي النفسية وصلوني إن أنا أبقى بتكلم كده وأنا في مرحلة 35، يعني المفروض مرحلة الشباب، لكن هي بالنسبة لي أنا ما كانتش مرحلة شباب، هي كانت مرحلة شيخوخة. وده اللي حصل، ما كنتش عارف أعمل. حسيت بنغزة شديدة جدا في قلبي في يوم وأنا في المكتب، وحسيت إن روحي بتطلع، وحسيت إن الدنيا بتلف بيا وأنا مش عارف أعمل، مش عارف أتسند على مين، مش عارف أقول لمين يعني سامحني على اللي أنا عملته فيك، إن أنا ضايقتك وإن أنا بهدلتك وإن أنا يعني مرمطتك في كذا وكذا وكذا وكذا، ويعني أقعد معايا في ألمي وفي مرضي. ما كنتش عارف، لأنه أنا أذيت ناس كتيرة جدا منهم، وحسيت بالضعف بجد، بضعف مرعب، ضعف خلاني مش مستوعب أنا هتصرف إزاي. كل اللي أنا بفكر فيه إنه أنا محتاج حد يقف جنبي، وأنا يعني في قمة تعبي كده لقيت سلسلة مفاتيحي جنب يدي، فمعرفش ليه عيني جت عليه. سألت نفسي وأنا تعبان، هو البتاعة دي تفيدني في إيه؟ على فكرة نسيت أقول لكم إن الضغط المفاتيح مفتاح الخزنة بتاعتي. لأن أنا في الوقت ده كان خلاص بقى كان عندي خزنة خاصة بيا بحط فيها فلوسي. راجل يعني أنا كنت راجل مبيعات ناجح، كنت على الأقل يعني في الشهر بدخل لي عمولات كتيرة 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 يعني. المهم إن أنا قعدت أسأل نفسي، هو اللي أنا حققته ده كان يستاهل إن أنا أعيش عشان؟
اللي انا حققته هو عبارة عن كمية من التوهان، كمية من الحيرة، كمية من حاجات كتيرة جدا انا عشتها. يمكن الناس من بره شايفاني ناجح جدا عشان سلسلة المفاتيح دي، ويمكن فاكريني ان انا سعيد عشان برضه نفس السبب سلسلة المفاتيح دي. في ناس كانت بتتمنى حياتي عشان برضه سلسلة المفاتيح دي. بس انا في اللحظات دي ادركت ان سلسلة المفاتيح دي خانقاني، وإن سلسلة المفاتيح دي مربوطة بعالم أنا مش عايز أعيشه ده. كانت أول مرة أحس إن أنا مش عايز أرجع الشقة دي كده. عايز أقول لكم أنا أول حاجة عملتها أول ما فوت مسكت سلسلة المفاتيح بتاعتي ونزلت زي التايه مش عارف رايح فين، خدت العربية وسقت وانا معرفش رايح فين. المهم ان انا دخلت لأماكن كانت اول مرة في حياتي ادخلها اصلا. الاماكن دي انتوا بتسموها العشوائيات. ركنت العربية لانه ما كانش ينفع ادخل بيها في حتة تاني جوه، وخدت بعضي ومشيت على رجلي وتهت جوه. كانت الأماكن شبه بعضها قوي، بس الناس كانت بسيطة، يعني ما كانش في الزيف اللي بيبقى موجود في عينيكم اللي أنا اتعودت عليه وسبته في عالمكم. معرفش، حسيت براحة شوية، مع انه كان واضح على الناس ان هي تعبانة وان هي شقيانة وان هي طفشانة من الحالة اللي هم عايشينها. انا كنت ساعتها لابس البدلة، كنت بيه، كان بيتلم عليا العيال اللي هو عايزين مني اي فلوس وخلاص. انا الفلوس كانت في جيبي زي الورق، فطلعت كل اللي في جيبي وفضلت اوزع، والعيال فرحانة بقى، البي دخل، البي جه، البي راح، وانا لا بي ولا زفت. انا كل اللي في دماغي ان انا تعبان تعبان، ومش من تعبي الجسدي وبس، لا، كان في تعب نفسي رهيب جوايا. معرفش، المكان ده حسيت فيه شوية بهدوء، وحسيت ان حياتي اتشقلبت لما دخلت المكان ده. وانا ماشي اتفاجئت براجل عجوز كده بسيط بيطبطب على كتافي وبيقول لي سيب على الله يا ابني، ما تعلاش هم، هتفرج وهتفرج من وسع. وانا ما اعرفوش ولا هو يعرفني. استغربت من طيبته ومن اسلوبه في الكلام، وما معرفش يعني هو قال لي كده، وابتسم لي ابتسامة كده مريحة. عارف، خدت بعضي كملت مشي، وهو سابني ولا الهوى. يعني هو الراجل ما ادانيش اي حاجة تاني غير الكلمتين اللي قالهم وخد بعضه ومشي. وانا بتمشى قابلت راجل تاني، بس المرة دي ده كان شحات، ولقيته بيقول لي هو اللي يقدر ان يكون معاك، ولما يبقى معاك ما تخافش من حاجة. فأنا ما كنتش فاهم، يعني وقفته والسؤال باهتمام شوية، انت قصدك ايه؟ قصدك على مين؟ الناس قالت لي يا عم اسكت، ده درويش، ما تاخدش عليه، سيبه هو على طول بيتكلم كده. لقيته بيبصلي بيقول لي
يا ابني هو عايز يكون معاك، سيب كل حاجة وروح ابقى معاه بنفس الطريقة كده. انا مكنتش فاهم هو مين، في ايه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب انت بتعرفني اصلا؟ واكتشفت انه الراجل الاولاني برضو كان درويش. على فكرة انا من الصعيد، والدراويش دي مش يعني مش منتشرة عندنا قوي، تمام، زي عندكم هنا. فانا بالنسبة لي الدرويش دي او الشخصيات الكاركترز دي انا ما شفتهاش قبل كده. فلما قابلته كان بالنسبة لي مش عارف بقى يعني ايه الحكاية، يعني انا كنت فاكر شحات عادي. والاولاني هو ما كانش يعني ما كانش لبسه لبس شحاتين، لا كان راجل عادي يعني قميص وبنطلون عادي، بس قالوا لي ان الاتنين دول درويش، وهما هنا في المنطقة من سنين محدش يعرف اي حاجة عنهم، وان اخينا ده اللي هو اللي كلمني في الاخر ده هو ده اسلوبه في الكلام دايما، يعني هو لما بيتكلم مع حد على طول بيتكلم بالطريقة دي بالاسلوب ده باللهجة دي. انا حسيت انه في حاجة من ورا كلامه بس ما كنتش عارف ايه. حسيت انه ان انا مرتاح لكلامه، معرفش انا كانت اول مرة افكر انه انا محتاج ربنا. يعني كانت تقريبا 35 سنة في الوقت ده مش كافية ان هي تفهمني الحقيقة دي، واحتياجي في ربنا يعني احتياجي دلوقتي في الوقت ده لربنا كان مختلف تماما عن يعني بص، هو الموضوع كان بالنسبة لي أنا حياة أو موت. أصله أنا كده كده ميت، بس قبل ما أموت أنا خايف جدا من إن أنا أتعذب لوحدي، وإن أنا ما يبقاش في حد مراعيني، وإن أنا وإن أنا وإن أنا. وزي ما قلت لكم انا فكرت كتير في حلول واقعية بس مش قادر بقى، مفيش اي حل هينفع معايا، لا ينفع اتجوز ولا عندي اصحاب ولا عندي اهل، فاللي هو اعمل ايه مش عارف. ساعتها وانا بتمشى برضو في نفس المنطقة العشوائية دي قابلت الشخص ده تاني، بس بعديها يعني يمكن بعديها بساعتين تلاتة كده. انا كنت قاعد على الرصيف، كنت تعبان شوية من المشي فقعدت على الرصيف، وده جه قعد جنبي وقال لي شايف العصفور اللي هناك ده؟ قلت له ماله؟ قال لي هو ده عيل هم اكله ولا شربه ولا لبسه يا ابني، سيب كل حاجة يا ابني وسيب الدنيا وخليها وراك وامشي معاه وهو هيشيلك بمرضك. انا هنا حسيت قوي ان الكلام ده مش منه، مع ان الناس كانت بتقول عليه ان هو مكذوب او مجنون، بس انا ما حسيتش انه ده كلام مجانين. انا حسيت انه ده رسالة من ربنا ليا، وانا هنا مش بتدروش لكن انا بحكي لكم حدث وحصل فعلا في حياتي. الوقت ده كانت لسه ميدالية المفاتيح معايا، بس حسيت قوي بتقلها. كانت اول مرة فعليا افكر انه ابيع كل حاجة عندي واسيب شغلي
وده فعلا اللي انا عملته. زي ما قلت لكم انا ما عنديش حد التجئ لي او ارجع له حتى في القرار او اسأله او استشيره. كل اللي عندي كان انه انا صدقت قوي كلام الدرويش ده، وقلت انا هسيب كل حاجة تعباني متقلة حياتي، حتى تدبير الاكل والشرب والفلوس والكلام الفاضي ده كله انا هسيبه. انا لا هخاف من مرضي ولا هخاف من بكرة ولا هخاف من فلوس ولا هخاف من حاجة خالص. انا هبيع كل حاجة واوزع الفلوس دي لأي جمعية خيرية، وهمشي على الله كده في الشارع. وبقى يعني حاجة من الاتنين، يا ربنا هيشملني برحمته ويخليني أعيش الأيام اللي فضلالي دي بطريقة من عنده، يا هموت في وسط الشارع كده كده هبقى ميت فمش فارقة كتير. طبعا كتير منكم هيقول ان اللي انا عملته في الوقت ده جنان. انا عارف ان هو جنان، بس ده جنان اليائس، ده جنان واحد خلاص بقى ما عندوش حاجة يبكي عليها وما عندوش حد يراجعه. كنتوا بتسألوا في بداية المحاضرة هو أنا هنتحر امتى؟ لا أنا لسه مش هنتحر، استنوا بس عليا شوية. أنا زي ما قلت لكم بعت كل حاجة، شقتي عربيتي وسبت شغلي وخدت الفلوس اللي عندي، كل ده حطيته في شنطة، ودي كانت آخر شنطة أشيلها في حياتي. على فكرة بعت هدومي والعبش وكل حاجة، كل حاجة. انا ما فضلتش غير بجلبيه وبس، ما كانش معايا اي حاجه تاني. المهم انا طلعت على جمعيه خيريه ورحت اديتهم الفلوس ومشيت، وانا مش عارف رايح فين ولا جاي منين ولا هبدا فين. فضلت ماشي في بلاد الله، وانا كل اللي جوايا بقول يا رب يا رب انا عملت كده مش عشان انا مجنون، لا انا عملت كده عشان اسلم لك كل حاجة. انا المرحلة دي انا في حياتي انا مش عايز ادير حياتي تاني، ولو فضلت الحاجات دي معايا ولو فضلت في مكاني هقعد اخطط انا لحياتي. وانا اقتنعت ان انت مدبر امور العصفور من غير ما يفكر، فانا عايز اعيش معاك التجربة دي. يا هتقبلني بكل ذنوبي اللي انا عملتها وتشملني برحمتك وتتعامل معايا زي العصفور، تبعتلي جوت يومي او اكلي والمكان اللي هبات فيه، يا هتاخدني عندك وتريحني وانا كده كده ميت. وفضلت ماشي زي ما بقول لكم كده لحد ما وصلت الاماكن كانت اول مره في حياتي ادخلها. وهناك بقى وانا ماشي طبعا خلاص ملامح العز كانت راحت مني، لانه الجسمة كانت ابتدت تتهري، كانت الدنيا ابتدت تروح توضح جدا ان انا من الناس اللي هي على الله. بس انا كنت في حالي جدا. الناس لما يعني ابتدت الناس تشوفني بعض على الرصيف وكده، ابتدى في منهم اللي عايز يديني حسنة او عايز يديني حاجة كده، كنت برفض.
بس يعني بعد شوية لقيت نفسي تمام، يعني هرفض ليه؟ ابتديت اخد الفلوس دي، بس الفلوس دي ما كنتش بستخدمها في اي اكل او شرب ليه. الفلوس دي كنت باخدها من الناس واشوف اي حد محتاج اروح مديها له. طبعا انتوا هتسألوني انت كنت بتاكل منين وبتشرب منين. الحقيقة انه انا كنت وانا ماشي لو في راجل كبير او ست كبيرة شايلين حاجة بجري عليهم واساعدهم. لو بعد مساعدتي دي اداني حاجة باخد منها اللي اشتري بيه قوت يومي، اللي اشتري بيه حاجة كلها، والباقي اتصدق بيه على اي حد. والمية كنت بدور على اي سبيل اشرب منه، وما كنتش بفكر في اي حاجة خالص، لا في مرض ولا في تعب ولا في جوع ولا في عطش ولا في اي حاجة خالص. وكانت بتترتب، كانت بتترتب بشكل غريب جدا جدا جدا. يعني انا مفيش مرة حسيت فعلا ان انا جعان، لانه قبل ما جوع كان يعني كان بيترتب لي ان انا الاقي شخص اساعده فيديني مقابل مساعدتي، وما مدتش يعني جنيه واحد من فلوس الصدقة اللي كانت الناس بتدهاني ما مدتش يد عليها، ما كنتش باخدها ابدا. كنت بشوف بقى اذا كان في مثلا ست غلبانة، طفل صغير، ومش يعني الناس كانت بتستغرب وانا بعمل ليه كده. بس انا ما كنتش بحب احتفظ بفلوس، الفلوس دي كانت بالنسبة لي ورق ملوش لازمة. ابتديت احس بعناية ربنا ليا، ابتدت الحياة تختلف معايا، ابتدت احس انه انا محظوظ جدا، لان ربنا اللي خلق الكون ده كله بيهتم باموري وبيرتب لي اموري، انا اللي هو كائن لا اذكر في وسط الكون المهول ده. انا ربنا بيبعت لي يعني ناس اساعدهم عشان الاقي اكلي وشربي. عايز اقول لكم انه صدقوني انا مفيش مره جعت، مفيش مره حسيت نفسي ان انا محتاج. قبل ما ابقى محتاج بتبقى مترتبالي. انا ما كنتش عايز اشيل اي حاجة انام عليها. فعايز اقول لكم اول يوم ده انا لقيت كرتونة، يعني هي على مقاس جسمي بالظبط، تحت كوبري، فنمت عليها وقلت الحمد لله ان انا لقيت نومتي. وتاني يوم لما صحيت الصبح جه في دماغي ان انا اشيل الكرتونة دي معايا، بس وانا ماشي قلت هو اللي بعتلك الكرتونة دي مش هيقدر يبعتلك كرتونة تاني. تاني يوم يعني لما جيت انام وكده لقيت مرتبة قديمة مرمية نمت عليها. وجيت تاني يوم الصبح، طبعا كان يعني ارتحت شوية عن الكرتونة، حسيت ان انا منزه شوية عن الكرتونة، فقلت يعني ناخدها. برضو جه في بالي هو اللي بعت لك المرتبة القديمة دي مش هيقدر يوضب لك نومة. عايز اقول لكم ان انا ما كنتش بفضل في نفس المكان او نفس الحي، لا انا كنت بمشي على طول، بمشي وامشي رايح فين انا معرفش، انا ماشي
مش عارف هوصل لفين. وطبعا الناس اللطيفة اللي كانت احيانا ده بعد يعني بعد ما الهدوم خلاص اتقطعت والدنيا بتاع وكان شعري شكله وحش شوية ودقني ابتدت تعلى، الناس اللطيفة اللي هي ابتدت تتعامل معايا كمجذوب او كمجنون، اللي هي كانت احيانا ترمي عليا حاجات. كان في منهم ناس كبيرة وفي منهم عيال صغيرة، كنت يعني ما بحاولش أذيهم ولا بحاول أضايقهم في حاجة، بالعكس كنت بحاول أتجنبهم وأقول بص يا رب يعني أنت عديلي يومي منهم، دول ناس أنا مش عارف أتجنبهم. وعايز أقول لكم إن كل مرة كان في حد بيجي يدافع عني، أنا قبل ما أسيب الدنيا خالص كده أنا كنت يعني أحس بألم في صدري وكنت حاسس إن قلبي وجعني وكانت أمور كتيرة تعباني. من يوم ما أنا ما بقاش حلت حاجة في الدنيا وأنا ما بقتش بحس بحاجة. وفي يوم من الأيام وأنا ماشي كان في واحد هو اشتغل معايا قبل كده وكان عارفني، قعد يشبه عليا بس هو مش قادر يصدق انه انا ده، فقعد فترة كده هو ولا مش هو، هو ولا مش هو. طب انا بيني وبينكم ما كنتش يعني ايه حاسس ان انا عايز ان هو يسلم عليا، فخدت بعضي وقمت ومشيت. راح هو جري ورايا قال لي بعد اذنك، قلت له افندم، قال لي لا مستحيل، اصل دي مش طريقه شحات، هو حضرتك مستر كريم؟ قلت له بذمتك ده منظر مستر كريم يا راجل. انا كريم يا سيدي. قال لي ياه عالدنيا، الدنيا اتدهورت بيك قوي كده يا مستر، لا انت انا مش هسيبك، انت تيجي عندي البيت، انت ايه ده، ايه البهدلة دي، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ايه اللي مش عارف ايه. انا بصيت له كده ويعني كنت بحاول اتذكر اسمه، فقال لي انا علي. قلت له انا فاكرك بس يعني الدنيا خدت ودت فيا كتير سامحني. قال لي انا علي اللي كان شغال تحتك في العقارات ايام ما انت رحت فين، ده في شركات كتيرة بتدور عليك اصلا، انت كنت اسطورة، انت. قلت له علي انا سبت كل ده من زمان، انا خلاص. قال لي يا مستر كريم على فكرة يعني انت لو رجعت الف شركة تتمنى ان هي توظفك. قلت له ارجع فين يا ابني، ما خلاص. قال لي يعني ايه بالظبط، هو في ايه، انت في حاجة غلط عندك. قلت له لا حاجة غلط ولا بتاع، انا تعبت وما لقيتش حد جنبي يعول همي، فقلت ارمي همي على ربنا واسيبه يدبر كل الامور وما خليش حلتي حاجة عشان ما فكرش في حاجة. الراجل قال لي ايه ده، هو انت بتقول ايه، هو انت اتدروشت؟ قلت له انا لا اتدروشت ولا عملت، انا لما مرضت وما لقيتش حد ينفع يشيلني سبتها على الله، سيبني اكمل طريقي. قال لي طب تعالى وكلك. طب قلت له انا مستحيل هحط لقمة في بقي الا لو عملت لك خدمة،
وانت مش محتاج ان انا اشيلك حاجه ولا اساعدك في حاجه يا ابني، فسيبني اكمل طريقي. قال لي طب تعالى بات عندي، طب نقعد، طب يا عم اسمعني بس سيبني اكمل طريقي وانت ربنا يعينك على طريقك. انا خلاص يا ابني مرتاح كده، هو في حد يكون رب الكون بيدبر له اموره ويبقى يسيبه ويرجع تاني للهم اللي كان فيه؟ قال لي هي عليت معاك للدرجه دي؟ قلت له اه يا ابني انا مجنون، سيبني في حالي. بعدين انا خدت بعضي ومشيت، وطبعا انا معرفش هو قال ايه للناس، لكن انا كنت عارف كويس جدا انه انا لازم ابعد وابعد جدا عن المكان ده. ورحت ألم شوية من الفلوس اللي أنا بساعد بيها الناس، أو التمن إن أنا أشيل لحد منهم حاجة. وعلى فكرة أنا ما كنتش بطلب منهم حاجة، اللي كان بيطلع كان خير، كنت بحس إن ربنا بعته يبعتلي، واللي ما كانش بيطلع منهم حاجة كنت بقول الحمد لله خير برضه. ومات اجمع شوية فلوس على جنب، ولقيت نفسي ان انا لميت 8 تذكرة، رحت ركبت القطر دفعت 8 التذكرة. على فكرة انا ركبت طبعا في القطر المميز اللي هو يعتبر مفيش تذاكر، لكن انا قلت يعني هركب ببلاش، لا هدفع. ورحت دفعت فعلا 8 التذكرة بتاعتي، وقعدت على الأرض ووصلت الصعيد وأنا ما حلتيش أي حاجة خالص. الناس في القطر في منهم اللي كان شايفني عادي يعني شحات، في منهم كان مستغربني لاني مش اسلوب شحات، ما طلبتش من حد حاجة، قاعد في حالي ساكت. في منهم اللي كان شايفني ان انا درويش، بس هم لاحظوا ان انا لا بقول كلام ولا بعمل اي حاجة، انا قاعد في حالي جدا ما بتكلمش مع حد وقاعد هادي. الناس كانت شغلة نفسها بيا، بس انا ما كنتش شاغل نفسي بحد. والقطر وقف في محطات كتير جدا، وانا ما اعرفش حتى انهي محطة ولا اعرف اي حاجة خالص، انا ماشي على الله. وجت محطة لقيت الناس وهي بتنزل زقتني، فنزلت فيها قلت ربنا عايزني ان انا ايه ابقى في المحطة دي. ونزلت مشيت في البلد الجديدة اللي انا دخلتها، كان اهلها طيبين، ورجعت برضو لنفس اللي انا كنت بعمله، ان انا امشي في الشوارع ولما الاقي حد محتاج مني مساعدة وانا اقدر اعملها اجري عليه واساعده، لو اداني اللي فيه الاسم خير. وفضلت اعمل كده، والفلوس اللي تبقى معايا زيادة اتصدق بيها، وانا مش هممني اي حاجة في الدنيا خالص، وعايش مستمتع بعناية ربنا بيا. عايز اقول لكم ان من المواقف الصعبة اللي انا مريت بيها انه في البلد دي انا كنت بنام في مكان، او انا كنت كل مرة بنام في مكان، بس المرة دي يعني نمت في المكان كان تبع معلم وكان فاكرني شحات، فأنا نمت عادي جدا. صحيت على ناس بتضربني
ومطلعين مطاوي وبيقولوا لي طلع الفلوس اللي معاك يا حرامي يا مش عارف ايه يا مش عارف ايه، والفاظ رهيبة جدا. انا كان جسمي اضعف مما تتخيله، لا هقدر ادافع عن نفسي ولا الناس دي بتفهم اصلا. وفجأة من غير مقدمات حتى يسمعوا صوت عربية بوكس، أول ما يسمعوها كلهم يجروا ويسيبوني في حالي أخد بعضي وأتحرك. واليوم ده هم كانوا يعني حالفين إن هم يعوروني أو يعملوا فيا حاجة، وأنا استنيت عربية البوكس تيجي. إنها تيجي مفيش حد جه، كنت مستغرب جدا الصوت ده جه منين. وبعدين فهمت، قلت ده ربنا بعت الصوت ده عشان يبعدهم عني. وفضلت هايم على وشي كده، يعني زي ما بيقولوا، او بتفسح في بلاد ربنا وفي رعاية ربنا. وطبعا نسيت تماما ان انا عيان، ونسيت تماما ان انا جسمي فيه اي مشكلة. وفي يوم كنت قاعد في مكان وراح جه جنبي راجل، هو كان راجل حكيم، معرفش ايه اللي خلاه يقعد جنبي، حط يده على كتفي وقال لي يا ابني انت زهدت العالم وليك حق. قلت له ايوه. قال لي بس انت لسه ليك دور في العالم. قلت له يا عمي انا عشت فساد في العالم، انا ما عرفتش اعيش حياة طبيعية في العالم. كل اللي عملته ان انا اذيت اصحابي في الشغل، وان انا دست على ناس، وان انا خنت فلانة وعكيت مع فلانة، ما كنتش عارف اعيش حياة سوية. ولما كنت عايش لوحدي الناس كانت كرهاني، وكنت بعاني من الوحدة الشديدة، وانا ما صدقت ان حياتي تتملي. قال لي يا ابني انت ربنا اداك حاجات كتيرة جدا في الفترة اللي هي انت استغلتها غلط. انت عندك علم وعندك مواهب وعندك حاجات كتيرة، انت المفروض ان انت تستغلها. وخدت مهلتك اللي ربنا علمك فيها حاجات كتيرة جدا، اهمها انك تحس بوجوده، وانك ما تحسش ابدا ان انت لوحدك. ارجع تاني للعالم. ببص للراجل الطيب دوت، لقيته بيبتسم لي بيقول لي انت مش فاكرني؟ قلت له لا. قال لي لما انت كنت بيه انا قابلتك، ودلوقتي قابلتك تاني يا ابني، ارجع للدنيا تاني. قلت له طب انا هرجع ازاي بس، يعني ده مستحيل، انا دلوقتي في بلد غريبة وفي دنيا غريبة، هرجع ازاي؟ انا حتى نسيت الطريق، ولا انا عارف انا فين، ولا عارف اقدر ارجع فين، ولا انت بتطلب مني طلب مش في يدي دلوقتي، انا خلاص. قال لي يا ابني ارجع، وزي ما انت ابتديت الطريق ده زي ما انت هتلاقي طريق رجوعك. قلت له تمام يا راجل يا كبير. وبالصدفة بعد ما سبت الراجل دوت، انا كنت قلت لكم ان انا من الصعيد،
بالصدفة البحتة، واللي انا ما كنتش يعني اعرف انه انا في بلدي، في بلدي اللي انا سبتها وانا صغير، في بلدي اللي انا اتولدت فيها وقعدت فيها بالظبط 7 سنين، وطلعت انا واهلي على القاهرة، واكتشفت ان انا واقف قدام البيت اللي انا افتكر ملامحه يعني طشاش. انا فاكر انه البيت ده انا جيته قبل كده، سألتهم احنا فين بالظبط، قالوا لي احنا في سوهاج. قلت لهم ايه سوهاج؟ دي بلد اهلي وبلد ابويا. قلت لهم هو البيت ده بيت المنشاوي؟ قالوا لي اه ده بيت المنشاوي. الكلام ده بعد ما سبت الراجل اللي قابلني ب3 ايام. قلت لهم طيب ماشي، يبقى انا كده رجعت. زي ما بقول لكم يمكن ما تصدقونيش، بس على فكره ما بقتش فارقه تصدقوني او ما تصدقونيش، لاني لما دخلت البيت ده وسألت على مين اللي عايش فيه، لقيت ابن عم ابويا. قلت له ده انا ابن فلان الفلاني. قال لي ياه، ده انتوا سافرتوا من عمر ومحدش سمع عنكو حاجة. يا ابن انت كبرت للدرجة دي؟ ده انا فاكرك وانت عندك 7. وبعد كده اكتشف ان انا لبسي مبهدل وحالت طين وشعري زبالة. قال لي ايه ده، ايه ده، ايه الحال اللي انت فيه ده يا ابني؟ انت ازاي وصلت كده؟ ايه ده؟ قلت له دي قصة طويلة، انا مش هطلب منك حاجة غير بس ابات عندك الليلة دي. قال لي يا ابني بات ايه يا ابني، ده انت ليك ارض، ده انا حفيت وراكم عشان اوصل لحد منكم عشان اديله ميراث ابوكم. قلت له ارض، ارض ايه؟ قال لي هو انت يا ابني ما تعرفش الحكاية؟ الحكاية دي قال لي عمك كان بيشرف على ارض ابوك هنا، وكان بيبعت له الايراد بتاع الارض، ولما والدك اتوفى وعمك اتوفى احنا كنا عايزين نشوفكم عشان نبعت لكم الايراد، او تشوفوا انتوا كنتوا هتبيعوها ولا هتعملوا فيها ايه. ولما عرفنا ان اخوك اتوفى هو كمان، وان والدتك الله يرحمها، وان انت سبت المكان، ما عرفناش نوصل لك. قلت له دي حكاية طويلة جدا. قال لي طيب انا دلوقتي يعني مش هسيبك غير لما تاخد حقك في ميراث ابوك، وانت دلوقتي احق واحد بيه، وانا ما كنتش اعرف ان الدنيا جت عليك كده. قلت له يا سيدي، يا سيدي مش عايز فلوس، ما بلاش موضوع الفلوس ده. قال لي لا لا، ده موضوع ما فيهوش نقاش، انا مش هقابل الميتين، وانا مش مديك حقك. انا كنت بدعي من ربنا ان لازم تاخد حقك. قلت له يا سيدي، قال لي دي امانة يا ابني، ما تتعبنيش، ادخل روق نفسك واستحمى وفوق، وبعد كده نتكلم، واجلع الهلاهيل اللي انت لابسها دي، ده ما يناسبكش ده ابدا. ده قلت له حاضر. المهم انا داخل ووشي في الارض،
طبعا كان منظري مش ولا بد يعني. ولقيت البيت اللي انا بتكلم عليه ده 3 ادوار بس، هما كلهم تبع ابن عم ابويا ده. تمام، لقيت في الدور التاني وانا طالع، الدور الاول ده منظرة او مكان استقبال الضيوف، لقيت في الدور التاني وانا طالع على سلمه بنت جميلة جدا جدا جدا، واقفة تبصلي كده وهي مذهولة. قالت لي انت كريم؟ قلت لها انت عارفاني؟ قالت لي ياه ده فات عمر، يا شكلك اتغير خالص، طبعا نسيني. قلت لها مستحيل مستحيل تكوني انتي، لانه الكلام ده فات عليه كتير قوي. ولما ركزت شوية في وشها افتكرت ضحكة الطفلة لما هي اتولدت. انا كنت يعني لسه مش مدرك قوي، بس اللي قالهولي ان انا كان عندي 3 سنين لما هي اتولدت، واللي قالهولي ان انا اول ما اتولدت كنت دايما اقول لهم انا عايز اشيل النونة، وكنت بحبها حب الجنون، الشوكولاتة المش عارف ايه اي حاجة كنت بديها لها، وكنت يعني بعشق ضحكتها. ولما مشيت كانت هي عندها تقريبا 5 سنين وفضلت تبكي عليا جدا، وانا منسيتهاش برغم العمر اللي مر بيني وبينها ده، بس منسيتش ملامحها. قلت لها مش معقولة تكوني انتي هبة. قالت لي ياه انت لسه فاكر يا كريم اسمي؟ قلت لها مفيش منسيتوش، انت اكيد طبعا دلوقتي اتجوزتي ومعاك عيال. قالت لي اه انا ربنا كرمني بكريم. قلت لها ربنا يخلي، وراحت ندمت لي ابنها واللي كان عنده تقريبا في الوقت ده 12 سنة او 13 سنة، يعني كان يعتبر شاب. قالت لي ايه رأيك في كريم؟ قلت لها كريم بسم الله ما شاء الله عليه. الولد لما شافني طبعا اتخض، يعني كنت لسه لا حلقت دقني ولا وضبت شعري ولا هدومي اتظبطت ولا اي حاجة خالص، كانت حالتي طين. راح ابن عم ابويا قال لها سيبيه دلوقتي، وقال لي انت ايه ادخل روق على نفسك، ولما تاخد الدش وتطلع من الحمام نبقى نتكلم. وكانت المرة الاولى اللي ادخل فيها حمام من فترة طويلة، انا حتى مش فاكر هما كام سنة. دخلت استحميت، حسيت انه جسمي انتعش تاني وفقت لحالي، وحلقت دقني وضبط نفسي طلعت، ولقيت ابن عم ابوي مجهز لي الاكل والشرب والحاجة، يعني كان عامل وليمة. قلت له ايه كل ده؟ يعني ده كتير قوي قوي قوي، يعني انا ما هاكلش كل ده. قال لي يا عم كل اللي تقدر عليه والباقي مش عارف يبقى ندي للناس ومش عارف ايه وبتاع. يا باي انتوا لسه فيكوا الطبع ده؟
قال لي انت ما تعرفش ان انت يعني قابلتك الوقت ده، انت رديت لي يا روحي، انت مش متخيل يا ابني انا كنت خايف قد ايه اموت قبل ما ادي الامانه لاصحابها. قلت له يا في ناس بالطيبه والكرم ده. قال لي يا ابني انا كنت مستحيل هقابل ولاد عمي وانا واكل فلوسهم. لا قلت له يا عمي ده انت اكلت فلوس حد ولا حاجه، انت ما عرفتش توصل لنا. قال لي يا ابني وانا الحمد لله ان انا لقيتك. مهم نتكلم مع بعضينا، وعرفت في الوقت ده ان هبة ربنا كريمها طبعا، ومعاها كريم، ومعاها بنتها اسمة، والحياة لحد ما مستقرة بينها وبين جوزها، وان هي يعني الحمد لله انها قدرت كمان تخلص تعليمها، وقدرت انها تشتغل في مجال مهم جدا، وكانت اول مرة في حياتي اسمع عن المجال ده، التنمية البشرية والتحفيز الذاتي. وعرفت منه ان هي محاضرة كبيرة جدا في المجال ده. قعدت معاها مرة قلت لها يعني فاهميني بقى، انا سايب الدنيا دي ليا سنين، محتاج اعرف منك اكتر عن المجال ده. حكيت لي عنه، وابتدت تعرفني على المجال ده بالتفصيل. قالت لي ده في كورسات بتتاخد، وفي محاضرات بتتاخد، وفي 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 وفي، ولو تحب انا ممكن اساعدك تبدأ من جديد، وهعرفك تمشي ازاي وتعمل ايه والكلام الجميل ده. قلت لها بصي انا اتمنى ان انت تعرفيني على الموضوع ده وتمشي ازاي، يعني لو في حاجة تقدري تقدمها لي في القصة دي يا ريت، لانه انا يعني حبيت المجال والقصة استهوتني، ولو ينفع ان انا يعني يكون لي نصيب في ان انا اشتغل فيها يا ريت. قالت لي بسيطة وبتاع، المهم ان هي ايه حجزت لي كمان في دورة. الدورة دي بتأهل الناس انها تكون مدربين تنمية بشرية. الدورة دي انا رحتها، وانا كل اللي في دماغي ان انا هتعلم التنمية البشرية والدنيا، يعني هشتغل في مجال التدريب دوت، وهعمل حاجة تفيد الناس، وفي نفس الوقت مش هضر حد. المهم ان انا رحت هناك الكورس دوت، وقابلت اجمل وارق واحن انسانة في الدنيا. كانت قاعدة جنبي في الكورس، كانت هادية جدا، كانت حد واضح جدا عليه علامات الاجتهاد. كل اللي كانوا موجودين طبعا كانوا من الناس اللي بتحب تسمع جدا، اللي بتركز جدا. هي كان وشها سمح، وشها بشوش، وفي حاجة مريحة، وهدية الطباع، وكنت حاسس بألفة بيني وبينها. بس لانه انا ما كنتش من النوع اللي بعرف اختلط، ما كنتش متعود اصلا ان انا اتكلم. انا خدت فترة طويلة يعني برضو ان انا ما اتكلمش مع حد، غير ان انتوا ما تنسوش ان انا كنت راجل يعني ما كنتش سني صغير وقتها، انا كنت داخل في 42 سنة، فيعني
ما كانش سهل ابدا. ان هي برضو هي كانت شابة صغيرة، هي كانت 31 سنة وانا 42 سنة، فما كانش سهل عليا ان انا يعني اتكلم معاها، لانه انا حسيت انه في ميول من ناحيتي ليها، كنت خايف للميول دي تترفض، ومعرفش ازاي مرة واحدة كده جه في بالي هو يعني ربنا اللي رتب لك كل الامور اللي فاتت دي، لو الموضوع ده ربنا شايفه لصالحك مش هيرتبه لك؟ انت بتهزر ولا انت فاكر ان شوية المرض اللي عندك ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا الكلام ده مش ربنا مش هيظبطه؟ سيبك انت. لقيت هبة بتقول لي ايه رأيك في ايمان؟ قلت لها اشمعنى؟ قالت لي اصل ايمان معجبة بيك من بدري، وانا يعني احنا كبنات بنفهم في الموضوع ده. قلت لها ايمان معجبة بيا ازاي؟ اصل انا كمان معجب بيها. قالت لي بجد؟ يا كريم اخيرا. ده بس استني استني استني، انا مش هينفع عشان ايمان لسه صغيرة، يعني انا بقيت عجوز، غير انه انا عندي القلب وحاجات كتيرة يعني. قالت لي مالكش دعوة، انت احنا هنقول لها الحقيقة وهي حر، يا تقبل يا ترفض، وخد بالك ايمان دي رافضة نص عرسان البلد. قلت لها طب انت متأكدة يعني انها معجبة بيا؟ اصلا يعني ده انا راجع متبهدل، يعني الوضع مش ما يسمحش يعني انها تعجب بيا. ورحت الكورس تاني يوم، وقبل حتى ما هبة تكلمها لقيتها بتوقفني كده بتقول لي استاذ كريم. قلت لها اه يا استاذ امام. قالت لي بص اقول لك على حاجه، انا يعني في المرتين تلاتة اللي انت قعدت فيهم جنبي انا كنت حاسه انه في راحه. اولا انت ما كنتش من الناس اللي بتبص على جسمي، تاني حاجة انا حاسة ان انت من كلامك في نضوج وفي وعي، وحاسة من اسلوبك انه في حاجة عندك مختلفة، ينفع اتعرف عليك اكتر؟ قلت لا مش عارف اقولك ايه، انا نفسي اتعرف عليك. قالت لي طيب ما تيجي نقعد مع بعض في اي مكان، نقعد نحكي، نقعد نتعرف على بعض اكتر، انت تعرفني انا اعرفك. قلت لها يا ريت. رحنا قعدنا مع بعض وحكينا، وحكيت لها بقى الحكايه الطويله العريضه اللي انا قاعد احكيها لكم دي. وساعتها حسيت ايمان اتعلقت بيا اكتر. انا قلت دي اول ما تسمع قصتي هتقولي مع الف سلامه انا اصلا مجانين، لكن دي اتعلقت بيا اكتر، حسيتها ان هي احترمتني اكتر، حسيت ان هي شافت فيا حاجه انا ما شفتهاش في نفسي قبل كده. قالت لي انت جواك طفل صغير محتاج اللي ياخده في حضنه، وانا مش شايفة فيك حاجة غير الطفل دوت، محتاج اللي يطبطب عليه، محتاج اللي يحتويه، محتاج اللي يرعاه، وانا عايز اعمل كده. قلت لها ان انا ما بعرفش احب، انا على قدي قوي،
يعني أنا ليا سنين في الشارع، لا هعرف أقولك كلام رومانسي ولا أغاني ولا أي حاجة خالص. أنا على الله حكايتي، يعني ما تتوقعيش مني. قالتلي تلاقي ايه؟ قالتلي أنا مش عايزة منك حاجة غير بس تكون زي ما انت كده. قلتلها يا بنتي ما انا هظلمك، معايا في حاجات كتيرة مش هقدر اعملها لك، وموضوع القلب دوت وبتاع انا حتى ما كشفتش ليا سنين، ومش عارف حتى الحالة وصلت لايه. قالتلي انا عايز اقضي معاك السنين اللي انت هتقعدها، وحتى ولو ربنا كتب ان انت تمشي من الدنيا عايز ابقى معاك يا سيدي. تلاقيها معقولة في اليومين تلاتة الصغيرين دول تتعلقي بيا كده؟ قالتلي اه انا اتعلقت بيك، انا محتاجة ان انا افضل معاك. لا امان، يعني انت مفكرة كويس في الموضوع ده؟ قالتلي جدا جدا، انا ما فكرتش قبل كده في موضوع قد الموضوع ده. انا المرة دي حاسة ان مشاعري وروحي ونفسي وجسمي وعقلي بيقولوا اه عليك. قلت لها طيب يبقى يبقى نتجوز. قالت لي يلا نتجوز. اتجوزنا انا وهي، الكلام ده كان عندي تقريبا في الوقت ده 43 سنة، وهي كانت لسه يعني دوبك 32 سنة. طبعا انا ما كنتش متوقع انه بحالتي الصحية ان ممكن ربنا يكرمني بطفل، لكن ربنا كرمني بأول طفل، وكنت حاسس ان الحياة ابتسمت ليا تاني. عايز اقول لكم انه انا الوقت ده طبعا ابتديت ان انا اشتغل محاضر تنمية بشرية بعد الكورس على طول، وابتديت ان انا اتكلم مع الناس عن الحاجات اللي انا اتعلمتها في الحياة على اساس انه الخبرة بتاعتي دي تساعدهم في امور حياتهم، ان هم يعرفوا يعيشوا ويمروا بظروفهم وايامهم والكلام ده. فكان يعني ربنا مدخل لي دخل حلو، بس من ساعة ما ايمان حملت وانا ابتديت اشيل الهم. انا محتاج ان انا اجيب للواد كذا 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 ومستوى عالي ولقيت نفسي ان انا ابتديت ارجع لحياتي الاولى، وابتديت ايه ادخل في دوامة الشغل تاني. ايمان حست ان انا ابتديت اتغير، كانت تاخدني في حضنها وتطبطب عليا تقول لي حبيبي ما تقلقش كل حاجة هتبقى بخير، ما تخافش ما تخافش ربنا وانا معاك. ثانيا انت ليه تخاف؟ ده ربنا عالك في مواقف مستحيلة، تخاف من ايه؟ وبدأت انها تفكرني باللي حصل معايا، وبدأت تطبطب عليا ولا كأني فعلا طفل بين ايديها، وبدأت تشجعني اني انا معولش الهم ومحاولش ان انا اضغط على نفسي ضغط جنوني عشان أأمل المستقبل. وفضلت تسند فيا لحد اما ربنا اراد ومسكت اول طفل بين ايديا. طبعا انا مقولكمش على السعادة اللي انا كنت فيها، يعني ابني الاول ده اللي هو ايه ده، انا كنت فين وبقيت فين ورايح فين؟ ايه ده؟ اللي هو حسيت ان شريط حياتي كله بيتكرر قدامي
من ساعة ما أنا ابتديت بالفقد للوحدة للدروشة للرجوع للحياة تاني حسيت إن كل حاجة بتجري قدامي كده وأنا ماسك ابني. كنتش متخيل إن أنا هكون في السعادة دي، وإيمان كانت حاسة إنه فعلا أنا طفل، طفل فرحان أخيرا إنه حياته بقت بالألوان. ومنكرش إن إيمان كان ليها دور كبير جدا في حياتي، هي طبعا ظهري وسندي، وهي اللي رجعت لي الدفى اللي أنا ما حسيتوش طول حياتي بإن يكون ليا بيت، يكون ليا أسرة، يكون ليا وطن. عايز أقول لكم إنه أنا الفترة اللي عشتها في الشارع كنت بقول لربنا يرعاني وأنا لوحدي. لما اتجوزت اتعلمت منها ان اقول لربنا ارعانا انا واسرتي مش انا لوحدي، شيلني انا واسرتي مش انا لوحدي. وتعلمت منها الحب، الحب اللي خلانا انا وهي نقعد ونبدأ نتكلم عن حاجات كل واحد فينا شايفها حلوة في اللي قدامه، وربنا حط ايه جوه كل واحد فينا حلو ومميز. وابتديت انا وهي يعني احنا كان لينا شوية نزعة دينية، بس انا وهي كانت حياتنا طبيعية طبعا زي اي حد، زي اي اتنين متجوزين يعني في الدنيا. بس انا وهي كان الوضع مختلف في حتة، بعيدا بقى عن النزعة الدينية وبعيدا عن كل دوت، انه في فرق سن بيني وبينها، غير انه انا مش بصحتي كاملة، انا كنت مريض. فكان ده عامل لي شوية هواجس داخلية انا مش قادر اتكلم عنها بصراحة معاها، بس هي كانت بتحس. عشان كده كانت دايما تستقصد انها تعمل امور عشان تحسسني ان هي مكتفية. يعني مثلا انا لما كنت اتعب من المجهود الزيادة كانت تعمل نفسها تعبانة، انا كنت ببقى عارف انها مش تعبانة، بس ببقى مقدر لها ان هي مش عايزة تحسسني انه ده عادي وان هي بتعمله بسهولة وان انا اللي مش قادر اعمله. كنت ببقى حاسس بدفى من تصرفاتها دي. كنا الى حد ما في تدين في حياتنا، لكن كان هي عندها انسانية، وده اللي ميزت اكتر علاقتنا. هي كانت بتراعي ربنا فيا، بس برضو حبها ليا خلى العلاقة يبقى ليها طعم تاني. عايز اقول لكم اللي انا اتعلمته في رحلتي دي، اذا كان في الجواز او ما قبل الجواز، يمكن مش هتلاقوا حد يقوله لكم تاني، ويمكن انا دلوقتي راجل عجوز زي ما انتوا شايفين، مفيش شعرة في راسي غير بيضة، يعني مش عايز حاجة من الدنيا تاني خلاص. فلا هقول لكم حاجة عايز منها شهرة، ولا هقول لكم حاجة هكدب فيكم عليها، هكدب عليكم فيها. شفتوا حتى الكلام بنساه. يلا المهم، في واحد ورا من بداية المحاضرة وهو شغال يقول لي هو انت هتنتحر امتى؟ يا عم مش هنتحر، اسمعني بقى.
ما انا انتحرت من 60 سنة قدام، انت بس اللي مش واخد بالك. انا لما كتبت في الليلة دي انتحار كاتب، ما انا انتحرت يا حبيبي. وانا ما انتحرتش، هقول لك بعدين انتحرت امتى، بس اصبر عليا. ما انت انا عارف انت مش تركح غير لما اقول لك انا انتحرت امتى. خليني اقول بس اللي انا عايز اقوله، العبرة بتاعت الموضوع، وبعد كده اقول لك انت انا هجيلك، انت انا عارفك هجيلك. حاضر، اصبر بس عليا. العبرة بتاعت المحاضرة دي، بصوا، هتقولوا مسؤوليات، هتقولوا بتنجان هي اللي مدمرة حياتنا، هقول لكم المسؤوليات يبقى تتعلموا تسيبوها على ربنا، ملهاش حل تاني. اول حاجة، لو انت طالع عينك من المسؤوليات، اتعلم ازاي تسيبها على ربنا. ده مش دروشة، ده اللي انا عشته واللي خلاني نجحت تاني بعد ما بعت كل حاجة. تاني حاجة، اللي هتحبك وهتحبك بجد هتقدرك في كل حاجة، بس اللي هتحبك دي مش هتحبك إلا لو شافتك من جواك، مش شافتك زي ما الناس بتشوفك. يعني مان لما شافتني وعرفت من ان انا من جوايا في طفل صغير، قدرت تتعامل معاه وقدرت تخليه يطلع من جوايا بسهولة، من غير خوف ومن غير رهبة من انتقادها ليا. فاللي هتحبك لازم تشوفك من جواك، لازم تكشف لها نفسك من جوه، تكشف مخاوفك، تكشف كل حاجة، عشان ده تبقى شريكة حياتك. ما تبقاش بقى بتمثل من بره حاجة وانت من جوه حاجة تاني. تبقاش خايف مثلا من كلام الناس فتيجي عليها وتزعق فيها وتعمل نفسك عنتر وانت اصلا من جوه عبلة. ما ينفعش. دي نصيحتي التانية ليك. نصيحتي التالتة ليك، ودي مهمة جدا، اتكلم انت ومراتك كتير جدا، اتكلموا كتير عشان تعرفوا بعض اكتر. انا وايمان كنا على طول بنتكلم، على طول بقول لها مثلا لو في حاجة مضايقاني او انا تعبان من حاجة، ما بخبيش عنها، ما برجعش البيت اعمل نفسي بتاع، لا، كنت بسيبها تساعدني. ومش عيب ابدا ان مراتك تساعدك وتحتويك، وان انت تساعدها وتحتويها. ما تتكبرش على مراتك ابدا. هي دي نصايحي. انا على فكرة قلت لكم ان انا اقول لكم باين 3 نصايح، بس انا اللي افتكرته دول. اللي ما افتكرتوش بقى برجع للمحاضرة اسمعها من اول وجديد. هعمل ايه؟ الولد اللي عايز يعرف هنا انتحرت امتى. بص يا حبيبي، اقولك على حاجة. انت يا ابني حد موصيك عليا يا ابني؟ انت مالك انت؟ انت هي جت معايا في بداية المحاضرة ان انا اقول انتحار كاتب، هنعمل ايه؟ ها؟ راجل عجوز وخرفان يا اخي، يا اخي ارحمني يا اخي. انا مش انت تصابع اسرائيلي يالا ولا يالا؟ ها؟ انت عيل غريب صح؟ استغفر الله العظيم يا رب من دي عيال. يلا، وقبل ما امشي عايز اقول لكم انه انا كنت اكتر بني ادم في الدنيا دي محظوظ ان انا قابلت مراتي. احنا يمكن دلوقتي كملنا حاجة 20 سنة مع بعض، بتعبي بكل حاجة، بضعفي، بجسمي اللي ما بيبقاش قادر يشيلني دلوقتي، بحتى الحالة النفسية اللي بتجيلي. عايز اقول لكم ان هي اصغر مني، وانتم
يمكن قلت لكم الكلام ده في البداية، بس هي ما جاتش في يوم من الأيام حسستني إن أنا حمل عليها. عارفين ليه؟ طيب كويس، إيمان وصلت، فأنا مش هقول لكم ليه بصراحة. أنا الجملة الأخيرة دي كنت بقولها لكم عشان أحشي لحد ما مراتي تيجي، بس هي وصلت فسامحوني، مش هقدر ان انا اسيبها واقفة واقعد احشي معاكم انتوا. اتمنى ان تكون المحاضرة عجبتكم وباذن الله يعني. طيب يا امان انا جاي. خلاص يا ابني انت وهو يعني شوفوا حالكم بقى انتوا يعني. ها هو كمان انا عندي 65 سنة يعني ما مشيش مع مراتي؟ يعني انتوا كل واحد بعد المحاضرة يمسك لي البت اللي جنبه انكاجيه، وانا ومراتي ما نمشيش انكاجيه؟ ايه ده، هروح انكج مراتي يا جدع انت وهو؟ روح شوفوا حالكم بلا قلة ادب.